الكثير من الدول عندها شركات ضخمة في صناعة الألعاب. أوروبا فيها الشركة الفرنسية الضخمة يوبيسوفت. أمريكا نجد فيها الشركات العالمية للألعاب مثل EA, Activision, مايكروسوفت وطبعا 2K. بينما اليابان الشركتين الأكبر في هذا المجال هم سوني ونينتندو. لكن أي شخص مهتم للألعاب وصناعتها يعرف بشكل كبير عن هذه الشركات والمنتجات اللي تتوفر لنا سنويا. لكن في شركة صينية استثمرت بشريحة كبيرة من شركات وفرق تطوير الألعاب لدرجة أصبحت هي أضخم شركة ألعاب في التاريخ من ناحية الإيرادات السنوية، بحيث حققت بحدود 18.2 مليار دولار في سنة 2017. هذه الشركة هي تنسنت. لكن وش هي هذه الشركة وكيف بدأت تدخل مجال الألعاب؟ شركة تنسنت مو بس أضخم شركة ألعاب حاليا، فهي برضو أضخم شركة تواصل اجتماعي وبنفس الوقت أضخم شركة مستثمرة في وقتنا الحالي. هذا غير كونها واحدة من الشركات الأكثر قيمة في العالم. هذه الإنجازات الجبارة ما جت من عبث، لأن الشركة تنسنت تقدم خدمات في أكثر من قطاع، فلها مواقع تواصل اجتماعي، تقدم خدمة موسيقى مثل سبوتيفاي، مواقع للشراء أونلاين، محرك بحث، ألعاب جوال، خدمات دفع وخدمات عامة عن طريق الإنترنت مثل تقديم برامج تواصل عن طريق الرسائل. هذا غير انهم يصنعون جوالاتهم. طبعا في هذا الفيديو احنا راح نتكلم فقط عن مجالها في صناعة الالعاب، من الالعاب اللي طورتها ونشرتها الى الشركات اللي شرتها او شرت حصة منها. هذا غير استثمارهم في بعض شركات الالعاب. طبعا الشركة متفرعة في مجالات عديدة وتملك حصص في اكثر من 600 شركة حول العالم. بس نجي الان على بدايتهم في مجال الالعاب. في 2003 بنوا قسم ناشر للألعاب اسمه Tencent Games، وهو تابع لقسم ثاني في شركة Tencent اسمه Tencent Interactive Entertainment. وكان تركيز Tencent Games هو الألعاب الأونلاين، وأول لعبة نزلوها كانت على تطبيق الرسائل للشركة اللي اسمه QQ، وكان اسم اللعبة QQ Tank. ومن بعدها قدموا الكثير من الألعاب على هذا التطبيق مثل Dungeon Fighter Online، وهي لعبة بيتم اب ثنائية الأبعاد تقدر تلعبها أونلاين. وبعدها نزلوا مجموعة كبيرة من الألعاب على هذا التطبيق كلها يبدأ باسمهم BQQ، وطبعا ولا واحدة منهم قدمت فكرة جديدة، وكلها أفكار مأخوذة من ألعاب مشهورة. واحدة لعبة تزلج، والثانية تقعد تبني فيها بيت ولا تقعد تربي حيوان وتأكله. في 2015 نزلوا أكثر لعبة ناجحة من تطويرهم واسمها Honor of Kings، وكانت من نظام ألعاب الموبا ونزلت حصريا بالسوق الصيني. وعلى حسب كلامهم في 2017 اللعبة كانت أكثر لعبة حققت أرباح في ذيك السنة، وكانت أكثر تطبيق تحميلا في 2017. غير هذا كله برضو طوروا التطبيق يخليك تصفق تصفيق افتراضي لرئيس الصين الشيوعية شي جين بينغ. وبرضو عملوا على تصميم ألعاب وطنية مع الحكومة الصينية الشيوعية. في سنة 2011 تنسنت دخلت بعض الألعاب للصين مثل لعبة Call of Duty Online وLeague of Legends، لكن بشرط أنها تشتغل على سيرفراتهم وبنفس الوقت تكون هذه الألعاب تمشي على القواعد الصينية. في 2016 تنسنت صنعت جهازها المنزلي الخاص فيها وكان اسمه بليد، وكان يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10. وفيها واجهة مستخدم خاصة اسمها TGP، وكان عليها ألعاب مثل فيفا أونلاين، ليج اوف ليجندز، مونستر هانتر ونيد فور سبيد. في أبريل 2017 تنسنت أطلقت منصتها الرقمية للألعاب تحت اسم وي جيم، وهي منصة مشابهة لستيم، بحيث تقدر تشتري الألعاب وتحصل على خدمات مختلفة ويجتمعون فيها كل اللاعبين ويتناقشون. وهذا غير أن كثير من اللاعبين الصينيين كانوا يبثون لعبهم على هذه المنصة. وتعتبر منصة وي جيم هي الأكبر من ناحية عدد المستخدمين، بحيث فيها حوالي 200 مليون لاعب فعال، وهذا أكثر من ستيم اللي فيها بس 125 مليون لاعب فعال. حتى تنسنت تعزز لهذه المنصة أكثر. في نوفمبر 2017 شركة تنسنت كونت شراكة مع PUBG Corporation بحيث يأخذون حقوق لعبة PUBG في الصين. طبعا تكوين منصة ألعاب ما كان كافي لشركة تنسنت، لدرجة قاموا وفتحوا فريق تطوير جديد خاص فيهم اسمه تيمي. هذا الفريق هو اللي طور لعبة Call of Duty Mobile اللي خلال 3 أيام تم تنزيلها أكثر من 35 مليون مرة. غير استثماراتهم الصينية، فشركة Tencent شرت واستثمرت في كثير من شركات الألعاب الأمريكية والأوروبية واليابانية، والآن راح نعددها لكم. أحد أول الشركات اللي استثمرت فيها هي شركة رايت، اللي في البداية ساعدت Tencent في نشر لعبة League of Legends في الصين خلال سنة 2011.
وبعدين اشترى 93% من شركة رايوت بمقابل 400 مليون دولار، وبعدها بأربع سنوات شرت 7% الباقية وصار شركة رايوت ملك وتابعة لتينسنت. ومن هذه اللحظة بدأت ليج اوف ليجند في توسعها في عالم الرياضة الإلكترونية بشكل جبار. برضو تينسنت في 2012 اشترت حصة بنسبة 40% من شركة إيبك، مطورين أنجح محرك ألعاب المعروف باسم أنريل، وأيضا فريق إيبك قدم لنا فورتنايت الغنية عن التعريف. هذه العملية ساعدت إيبك وحولت نظام توزيع محركها من اشتراك شهري إلى محرك مجاني لكل المطورين. بس شركة إيبك راح تأخذ نسبة من أرباح لعبتك اللي تكون مصممة على محركهم. غير المحرك، فهذا خلى شركة إيبك تجرب في صنع ألعاب مجانية مثل باراغون، وطبعاً واحدة من أنجح الألعاب فورتنايت. تينسنت أيضاً ساهمت في إنقاذ يوبيسوفت اللي كانت في خطر لما كانت الشركة الفرنسية فيفندي عندها مخطط في شراء شركة يوبيسوفت كاملة. لكن بقدرة قادر يوبيسوفت قدرت تقنع فيفندي بتوزيع الحصة اللي تملكها من يوبيسوفت على مجموعة مختلفة من المستثمرين، واحد المستثمرين كان تينسنت اللي أخذوا 5%، وشرطت عليهم يوبيسوفت بأنهم ما يقدرون يوسعون من حصتهم في الشركة. وبكذا صار عند تينسنت حقوق نشر ألعاب يوبيسوفت في الصين. يوبيسوفت ما كانت الشركة الوحيدة اللي ساعدت في إنقاذها تينسنت من فيفندي، بحيث في 2007 أكتيفيجن كانت تحت ملك فيفندي، ولما كانت تحت ملكهم انضمت مع شركة بليزرد حتى يصيرون شركة واحدة تحت اسم أكتيفيجن بليزرد. ومن هنا لما اتحد الشركتين قدروا يشترون نفسهم من فيفندي، وبنفس الوقت تدخلت تينسنت وتساعدتهم في شراء 5% من الشركة الجديدة أكتيفيجن بليزرد. غير هذه المساهمات فهي شرت حصص من شركات كثيرة، ولو بنقعد نعدها ما راح نخلص، لكن راح نحاول نبين المساهمات الأبرز. في هذه السنة شركة تينسنت استثمرت في فريق بلاتنوم بمبلغ معين، لكن كل الطرفين ما صرح الرقم هذا المبلغ. ووضحت بلاتنوم بأن هذا المبلغ ما راح يأثر أو يغير أي شيء في شركة بلاتنوم، وراح يستمرون على نظامهم. وأيضا بيّنوا بأن هذا المبلغ راح يساعدهم في نشر الألعاب بنفسهم دون الاعتماد على الشركات النشر. في 2018 ديسكورد جتها استثمارات مختلفة من شركات عديدة وصلت إلى 158 مليون دولار، وأحدهم كانت شركة تينسنت. في 2019 تينسنت امتلكت حوالي 84% من شركة سوبر سيل الفنلندية المعروفين بلعبة كلاش اوف كلانز وكلاش رويال. واحد آخر الشركات اللي امتلكتها هو فريق شارك موب اللي يتكون من مطورين عملوا على The Division وهيتمان. وهذه كانت معظم الاستثمارات اللي قامت فيها شركة تينسنت في مجموعة من شركات الألعاب. هل هذا راح يفيد الصناعة أو يغير أعمال الشركات بشكل عام؟ ما ندري، لكن نعرف بأن كل الشركات اللي تملك منها حصة تينسنت راح يعطي الحرية لتينسنت بنشر أغلب ألعابها في الصين. شاركونا رأيكم بالتعليقات بخصوص توجه تينسنت في شراء حصص من هذه الشركات المختلفة. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.